السلام عليكم، دلوقتي هنشوف مع بعض لير اسمها ديف بوين. طيب خلينا نبدأ كده ملف جديد، تعال نشوف ايه الليرات اللي موجودة معانا. زيرو هي الليرة الوحيدة اللي موجودة زيرو. طب الديف بوينت بتظهر امتى؟ أول ما نرسم أي دايمنشن، يعني أول ما نعمل دايمنشن بالشكل دوت، مثلا من هنا لهنا دايمنشن، هتلاقي الديف بوينت ظهرت. طب ايه الفكره من الديف بوينت؟ الديف بوينت الحاجه اللي هتحط عليها مش هتتبع، يعني لو انت رسمت مثلا مستطيل، خلينا نقف على الديف بوينت واقول له ان انا عايز ارسم ريكتانجل من هنا كده لهنا بالشكل دوت، تمام، وخلينا نرسم مستطيل تاني على الزيرو بوينت بالشكل دوت. طيب تعال نقول له بقى نطبع طباعه، فبعد كده هقول له مثلا ان احنا عايزين نطبع مثلا بالبرينتر اللي هي بتاعت البي دي اف مثلا، اقول له بريفيو، هتلاقي الحاجه اللي موجوده على ديف بوينت مش بتظهر، اي حاجه تانية على اي لير هتظهر.